نشرة مفصلة للأنباء من الميادين وأبرز ما فيها. مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية يطغيان على أعمال القمة العربية، والسيسي يغيب بعد كشف محاولة لاغتياله. مقتل قائد قطاع حرس الحدود السعودي في هجوم على نجران، والجيش اليمني يتوعد بتسخين الحدود إذا لم توقف الرياض التصعيد العسكري. 18 شهيدا وأكثر من 20 جريحا في انفجار سيارة مفخخة في بعقوبة شمال بغداد. داعش يتبنى هجوم جنوب ألمانيا، وألمانيا تقول إن المنفذ سوري رفض طلب لجوئه بايع البغدادي قبيل الاعتداء. أهلا بكم. تتواصل في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال القمة العربية 27 بغياب العديد من قادة الدول، أبرزها السعودية ومصر والبحرين والإمارات والمغرب وتونس والأردن وفلسطين. وطغت على كلمات الوفود قضية الإرهاب في المنطقة والقضية الفلسطينية، فيما يضم جدول الأعمال قضايا عدة منها أمن الوطن العربي، إضافة إلى مشروع قوة عربية مشتركة. الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى، وأن المنطقة ستظل في حالة عدم استقرار ما لم تحل هذه القضية. وشدد الرئيس الموريتاني على أن استئصال ظاهرة الإرهاب يتطلب وضع استراتيجية عربية جماعية متعددة الأبعاد. ورغم ما حققته بعض بلداننا منفردة من نجاحات في مواجهة الإرهاب أدت إلى تراجع كبير لظاهرة، فإن استئصالها يتطلب وضع استراتيجية جماعية متعددة الأبعاد. تقوم هذه الاستراتيجية على تحقيق تنمية مستدامة في وطننا العربي، تستجيب لتطلعات جميع فئات شعوبنا وخاصة الأوساط الأكثر هشاشة، والتنسيق بين حكوماتنا وأجهزتنا الأمنية لوضع خطط متكاملة للقضاء على خطر الإرهاب، وتعزيز دور المؤسسات الدينية لتحصين الشباب ضد دعايات التنظيمات المتطرفة. أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعا إلى ضرورة وضع آليات لمواجهة التطرف والإرهاب، لافتا إلى أن تسوية الأزمات السياسية ستساهم في تجفيف منابع الإرهاب. تُوير الاتفاقيات والالتزامات الخاصة بالتعاون والتنسيق العربي وتعبئة الجهود العربية لقيادة تحرك إقليمي ودولي للقضاء على الإرهاب الذي اتخذ من عالمنا العربي أساساً ومسرحاً لعملياته التدميرية والإجرامية، والذي أراه يهدد في الواقع مقومات الدولة الوطنية ويشوه عقيدة الإسلام السامحة. كما أن تسوية الأزمات السياسية وإعادة الاستقرار للمناطق المضطربة سيساهم لا محالة في تجفيف منابع الإرهاب ومستنقعاته ومصادر تفريغ تنظيماته الهدامة لكل مظاهر الحياة واستقرار المجتمعات العربية. وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري دعا العرب إلى اتخاذ موقف أقوى والضغط على تركيا لسحب قواتها من العراق. الجعفري أكد أن عدم سحب تركيا لقواتها من العراق مرده استخفافها بجميع القرارات العربية المتخذة في هذا الشأن. مطالبات العراق المتكررة للحكومة التركية باحترام سيادته وسحب قواتها من الأراضي العراقية، ورغم الإجماع العربي الذي تجلى بالقرار الداعم للموقف العراقي المرقم 7987 الصادر عن الجلسة الطارئة في 24/12/2015، والقرار رقم 8024 الصادر عن إجماع عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 145 في 11/3/16، ورغم الوعود المتكررة التي أطلقها الجانب التركي إلا أنه لم يفي بتنفيذ تلك الوعود والقرارات العربية ذات الصلة. لذا ونحن إذ نثمن الموقف العربي الموحد أزاء هذا الانتهاك، ندعو الأشقاء العرب إلى موقف أقوى يفرض على تركيا احترام السيادة العراقية والقرارات العربية وعدم الاستخفاف بها.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رأى أن محاربة الإرهاب يجب أن تسير في موازاة الجهود المشتركة لتسوية الأزمة في سوريا والعراق وليبيا واليمن. بوتين وفي رسالة إلى القمة العربية المنعقدة في نواكشوط وصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه متأزم بسبب الضعف في مؤسسات دوله، وقال بوتين إن روسيا مستعدة لتعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية لمصلحة توفير الأمن الإقليمي، مشددا على الانطلاق من محاربة الإرهاب بالتوازي مع الجهود الهادفة إلى تسوية الأزمات استنادا إلى احترام سيادة الدول. ومعنا من نواكشوط مراسل الميادين أبي زيدان. أبي، كيف بدت أجواء القمة العربية وعلى ماذا ركزت أبرز كلمات الوفود؟ كلمات الوفود ركزت أساسا على القضايا الخاصة بكل بلد على حدة، فضلا عن القضية الفلسطينية بشكل عام، وطوال الملف السوري والملف اليمني على الكواليس العامة للحدث اليوم. هناك ما لفت الانتباه هو انسحاب الأمير القطري من الجلسة الأولى بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة. الحكومة قالت أن الانسحاب كان مبرمجا وأن الأمير كان في طريقه إلى أمريكا اللاتينية، لكن هناك بعض المصادر تؤكد أن الأمير القطري لم يرتح للخطاب الرئيس الموريتاني، خصوصا الذي ركز فيه على القضية السورية وأفق الحل فيها كما من منظور الموريتاني. ربما هذا ما كتبته بعض الصحف على الأقل حتى الساعة بعد انسحاب الأمير على الأمور يعني تحديدا عن أي نقاط تتحدث ابن أبي؟ ما هي النقاط التي لم يستحسنها الوفد القطري في خطاب الرئيس الموريتاني؟ قيل حسب ما تقوله بعض الوسائط الصحفية هنا أن الرئيس الأمير القطري لم يستحسن الفقرة المخصصة للموضوع السوري في خطاب الرئيس الموريتاني الذي أكد على احترام سيادة الدولة السورية بشكل كامل وضرورة الحل بالطرق الدبلوماسية والحوار فقط. ربما هذا لم يستحسنه الأمير القطري حسب ما قيل، وهو سبب انسحابه، مع أنه لا تأكيد حتى الساعة للموضوع رسميا للحكومة الموريتانية أو مصادر مقررة منها تقول أن الأمير كان مبرمجا انسحابه بهذا الشكل لأنه سيغادر إلى أمريكا اللاتينية حسب ما قالوا. ولكنه انسحب قبل أن يلقي كلمة الوفد القطري، صحيح؟ صحيح، وقيل أنه لم يطلب، هذا ما بررت المصادر لاحقا، قالوا أنه لم يطلب كلمة وأنه لم تكن هناك مبرمجة كلمة. يعني كل الأمور فيها ما يريب حتى الساعة، لا نستطيع أن نؤكد، هناك تضارب للمعلومات، لا نستطيع أن نؤكد حتى الساعة. الجلسة العلنية رفعت قبل قليل، ننتظر أن توصل بمعلومات من داخل المركز لأنه الصحافة منعت من دخول مكان الجلسة، ننتظر أن نحصل على معلومات من مصادر من داخل الجلسة بعد رفعها قبل تقريبا 5 دقائق من الآن. طيب أبي، هل تم تسريب مشروع البيان الختامي حتى الآن؟ وما هي أبرز النقاط الخلافية بين زعماء الدول العربية؟ طبعا هو تسريب البيان الختامي فيما سمي بإعلان نواكشوط. هذا الإعلان تضمن عدة نقاط، منها كما قلت لك آنفا القضية الفلسطينية، وتكلم عن رؤية الجامعة العربية لمقاربات فيما يخص الملف السوري والملف اليمني والموضوع الليبي والمبادرة العربية للسلام وموضوع الإرهاب بشكل عام والأمن القومي العربي، نقاط متعددة تضمنها هذا الإعلان السياسي، وهي في مجملها مواضيع عامة لا يمكن أن لا توجد فيها نقطة محددة يمكن أن نقول هذه ملفتة للانتباه حتى الساعة. ماذا بشأن القضايا الخلافية غير الموضوع السوري؟ هل هناك من قضايا خلافية أخرى؟ هو هناك قضايا خلافية عديدة، حتى في الملف الليبي هناك قضايا خلافية، في الملف اليمني هناك قضايا خلافية، حتى داخل الملف الفلسطيني الذي هو شبه إجماع على أنها قضية مركزية للعرب به خلاف يعني العرب يمكن أن تقول أنه نحن نبحث عن النقاط التوافقية في مشروع التوصيات النهائية، هي التي يمكن أن نحدد لكثرة النقاط الخلافية. شكرا جزيلا لك أبي زيدان مراسل الميدين، كنت معنا من نواكشوط.
وسائل أعلام مصرية عزت عدم مشاركة الرئيس المصري في القمة إلى معلومات عن وجود مخطط لاغتياله، وذكرت وسائل الإعلام أن المعلومات تفيد بأن السيسي كان معرضا لمحاولة اغتيال في حال وجوده في موريتانيا. وأضافت المصادر أن تنظيمات شديدة الخطورة كانت تعمل باحترافية شديدة على تنفيذ محاولة الاغتيال، وذكرت أن الرئيس السيسي تعرض في السابق لمحاولتي اغتيال خلال جولاته الخارجية. ومن القاهرة ينضم إلينا مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية العميد خالد عكاشة. أهلا بك سيادة العميد. عندما تحدث وسائل إعلام مصرية عن محاولة اغتيال كانت مدبرة للرئيس السيسي خلال حضوره في موريتانيا، وهذا ما أدى إلى عدم المشاركة، أولا ما دقة هذا الكلام، وما هي هذه التنظيمات شديدة الخطورة التي تتحدث عنها؟ يعني بداية هذه المعلومة هي معلومة صحيحة، ليست معلومة مفاجأة، ربما تم الإعلان عنها اليوم فقط، لكن هذه المعلومة بالفعل قد وصلت إلى الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات على وجه التحديد المصرية منذ ما يقارب الشهر من الآن، أن هناك تحضير أو مهام مكلف بها بعض من الخلايا التابعة للتنظيمات الإرهابية الموجودة على وجه التحديد في منطقة الساحل والصحراء، وأنها قد ابتعثت من لديها خلية مكلفة بالدخول إلى الدولة الموريتانية، ومن ثم القيام بعملية اغتيال الرئيس المصري في حال وصوله إلى حضور القمة العربية. هذه المعلومات تم العمل عليها لتأكيدها وتفنيدها والتثبت من مدى صحتها. أظن أن الاستخبارات المصرية تثبتت بأن الأمر به مساحة كبيرة من الجدية. ربما قد تكون هذه الخلية قد وصلت إلى الداخل الموريتاني بالفعل. هذا الأمر دفع الأجهزة إلى إعطاء توصية أمنية للرئاسة المصرية بعدم حضور القمة، وهناك رفع للحالة الأمنية داخل موريتانيا لم تكن بالمستوى الذي يجعل الأمر مطمئنا. هناك طبع من الهشاشة الأمنية ظاهر من الناحية التقنية ومن ناحية رصد الأوضاع والتقييم الموضوعي لذلك، وأعتقد على خلفية هاتين التحفظين كان قرار عدم المشاركة. هل يوجد أسباب أخرى، مثلا غياب معظم الملوك والرؤساء العرب عن القمة كانت من الأسباب الرئيسية ربما التي دفعت الرئيس السيسي إلى عدم الحضور؟ لا، العكس الحقيقة في هذه الجزئية، السيد الرئيس كان مهتم بالحضور بشكل كبير. مصر طوال الوقت تحاول أن تراهن على العمل العربي المشترك، طوال الوقت تدعم الجامعة العربية وفعالياتها بقوة. مصر دولة المقر وتحاول خلال مساعيها الدبلوماسية وجهدها الدبلوماسي والسياسي أن تكون جامعة الدول العربية هي البيت الذي تصاغ في المواقف العربية المشتركة وتحل داخل الخلافات ويتم تقريب وجهات النظر والتعبير عن وجهة النظر العربية بشكل موحد تجاه العالم الخارجي والأطراف الدولية. لذلك كان الرئيس عبد الفتاح السيسي من الذين أعتقد أنه لولا هذه التحفظات الأمنية لكان على أول الحضور، لأن هذا الأمر بالفعل هو من الاهتمامات المصرية الرئيسية. شكرا جزيلا لك سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، كنت معنا من القاهرة. أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أن بلاده قررت تفعيل تواجدها بالتحالف العربي ضد تنظيم داعش والانضمام للتحالف الدولي ضد التنظيم. السراج وفي كلمته أمام القمة العربية في نواكشوط أكد ترحيبه بأي مبادرات تساعد في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا. لدفع الضرر عن أبناء شعبنا وكون ليبيا الدولة الوحيدة بعد العراق وسوريا التي لجأ وتوغل واحتل هذا التنظيم مناطق فيها، فقد قررنا العمل على تفعيل دورنا في التحالف الإسلامي والانضمام للتحالف الدولي لحرب ومكافحة تنظيم الدولة. فنحن لسنا بمنأى عن العالم، ويجب على كل الدول أيضا عدم ترك ليبيا تواجه هذا العدو بمفردها ونيابة عنه.
في سياق متصل، ذكرت مصادر في العاصمة الليبية طرابلس أن السراج غادر مقر إقامته في القاعدة البحرية بوسطة إلى جهة غير معلومة قبل توجهه إلى القمة العربية في العاصمة الموريتانية، على خلفية التظاهرات المطالبة بإسقاط المجلس بعد الكشف عن قوات أجنبية شرق البلاد، في حين تواصل قوات البنيان المرصوص الموالية له تقدمها في سرت. تقرير دلول حديدان. تحت غبار المعارك في مدينة سرت وسط ليبيا، وضعت قوات البنيان المرصوص يدها على مخزن ذخيرة تنظيم داعش في حي دولار بقلب المدينة. المركز الإعلامي للعملية قال إن ما يعرف بإدارة التفخيخ والتصنيع التابعة لتنظيم داعش صارت خارج دائرة التنظيم، وإن العناصر الذين كانوا مسؤولين عليها فروا بعد معارك ضارية بين الطرفين. هذا جزء مما كان يرهب به التنظيم القوات التي تتصدى له منذ نحو شهرين، وبها كان يعتمد أسلوب السيارات المفخخة التي دفعت عنه الهزيمة على أيدي قوات البنيان المرصوص أكثر من مرة. خسر التنظيم ذخيرة مهمة وموقعا استراتيجيا في حي الدولار، ولم يبق له من حصن سوى قاعة المؤتمرات وجادوغو التي تدور حولها المعارك منذ فترة ولا حسم نهائيا حتى الآن. في العاصمة طرابلس تحوم زوبعة خبر وجود القوات الفرنسية الخاصة في الشرق الليبي حول مقر المجلس الرئاسي. مرت أيام ولم تنفض الجموع المستجيبة لدعوة مفتي طرابلس السابق الصادق الغرياني من أمام المقر للمطالبة بإسقاط المجلس الرئاسي. أنصار الغرياني اقتحموا قبل أيام مقر قاعدة بوسطة البحرية وحصروا مقر وزارة الخارجية القريبة منها، مطالبين برأس رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ومعتبرين أن وجود قوات فرنسية ما هو إلا إحدى تبعات الاتفاق السياسي في صخيرات. رئيس حكومة الإنقاذ الذي يلتزم الصمت منذ فترة، خليفة الغويل، طالب في كلمة متلفزة بتشكيل جسم سياسي لمواجهة ما سماه مجلس الوصاية. نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيغ قلل من شأن التظاهرات، مؤكدا أن المجلس أدى دوره باستنكار التدخل الفرنسي واستدعاء السفير الفرنسي في طرابلس ومطالبته بتوضيحات. توعد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد شرف غالب لقمان بتنفيذ عمليات ضد عشرات المواقع والمعسكرات السعودية إذا لم يتوقف تصعيد التحالف السعودي العسكري الجوي والبري والبحري على حد تعبيره. العميد لقمان أكد أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمتلك من الإمكانيات والقدرة الصاروخية ما يؤهلها للرد على تصعيد التحالف السعودي وغاراته على منازل وممتلكات المدنيين في مختلف المحافظات، ولفت إلى أن أهداف الضربات المقبلة لن تكون أقل من سابقاتها، وسيتم فرض معادلة جديدة في الحرب. أكد مصدر محلي للميادين مقتل قائد قطاع حرس الحدود السعودي العقيد ناصر عبد الله الدوسري وأربعة من جنوده إثر هجوم للجيش اليمني واللجان على مركز خباش في نجران. كذلك قتل وجرح العشرات من قوات هادي، بينهم قيادات، في قصف صاروخي للجيش واللجان استهدف مبنى قيادتهم قرب مبنى الطوال بجيزان في هجوم مفاجئ على حرس الحدود السعودي في تلك المنطقة، بينما تواصل الطائرات السعودية قصفها لعدة مناطق في البلاد. صاروخ باليستي من نوع توشكا يستهدف مرة جديدة معسكرا للقوات السعودية في منطقة أحد المسارح في جيزان. مصدر عسكري أكد أن المعسكر الذي جرى استهدافه يضم غرف عمليات ومطارا للأباتشي وعشرات الآليات والشاحنات المحملة بالأسلحة. وبحسب المصدر فإن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي. يأتي هذا فيما تتواصل المواجهات على أشدها بين قوات التحالف السعودي وأنصار هادي من جهة، وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى عند الشريط الحدودي لمديرية حرد، حيث شنت القوات السعودية قصفا صاروخيا ومدفعيا على جمارك حرد وتلة الردمة في مديرية حرد. المواجهات احتدمت بين قوات الرئيس هادي وقوات الجيش واللجان الشعبية في محيط معسكر اللواء 35 ومنطقة غراب عند المحور الغربي لمحافظة تعز، بالتزامن مع مواجهات مماثلة في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي للمحافظة. مصدر عسكري أكد للميادين أن القوة الصاروخية للجيش واللجان استهدفت تجمعات لقوات هادي شرق مديرية الوازعية جنوبية غرب تعز.
في محافظة الجوف تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على مواقع كانت تحت سيطرة قوات هادي في مديرية الخب والشعف شمالي المحافظة. مقاتلات التحالف السعودي استهدفت بسلسلة غارات مناطق متفرقة في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب. أما في صنعاء فقد جددت قوات هادي قصفها المدفعي والصاروخي على منطقة المنارة وبني بارق وملح في مديرية نهم شمالي شرق العاصمة. ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد زبيبة. أحمد، ما الذي يعني هذا التصعيد الجديد في الداخل داخل اليمن وعلى الحدود مع السعودية؟ نعم ملحم، هناك التصعيد هو مستمر من أطراف القتال على الحدود اليمنية السعودية. ما تحدث عنه الجيش واللجان الشعبية ممثلة أيضا بوزارة الدفاع تحدثت عن ردود قاسية للجيش السعودي وللسعودية لاستمرارها في خرق الهدنة. نحن نقول وفق مصادر ميدانية للميادين وأيضا مصادر عسكرية أنه لم يعد هناك هدنة على الحدود اليمنية السعودية. المواجهات مستمرة بالقصف الصاروخي والمدفعي من الجيش واللجان الشعبية من جهة وأيضا القوات السعودية من جهة أخرى. هناك تركيز على أو اختراق من قبل الجيش واللجان الشعبية إلى عدة مناطق بجيزان ونجران وعسير بقصف مواقع أو تجمعات للجيش السعودي هناك، ولا سيما آخرها ما حدث في منطقة خباش بنجران والتي أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن أو أكدت مقتل 5 جنود من القوات السعودية في استهداف الجيش واللجان الشعبية لهم في هذه المناطق في هذه المنطقة. الحدود اليمنية السعودية حتى حرض وميديه أيضا مستمرة بالمواجهات بين طرفي القتال هنا. طيب أحمد، هل يعكس هذا التطور الجديد وهذا التصعيد تعثر المفاوضات في الكويت ضمن أي إطار سياسي يمكن تفسيره؟ نعم، ما يحدث في الكويت ملحم هو يؤكد أن التعثر واضح في المسار المباحثات أو المشاورات في الكويت وهو ينعكس على الأرض. الجيش واللجان الشعبية يرى أو الجيش واللجان الشعبية بعمليات العسكرية ورده هو يعتبره هو أو نستطيع نقول هو رد على ما تقوم به القوات السعودية من خروقات مستمرة وتصعيد مستمر على الأرض وهي ملتزمة بالهدنة وملتزمة أيضا بمشاورات الكويت حتى انتهاء هذه المشاورات والوصول إلى حل سياسي. هي نستطيع نقول أنها أوراق ضغط من طرفي القتال على الأرض من أجل إحداث تغير ولا سيما في الجمود الحاصل الآن في المشاورات. شكرا جزيلا لك أحمد زبيبة مراسل الميادين، كنت معنا من صنعاء. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. مخيمات كشفية مكثفة لكتائب القسام لتعزيز جذور المقاومة. أهلا بكم من جديد. استشهد 18 عراقيا وجرح نحو 23 بتفجير انتحاري وقع عند مدخل الخالص في محافظة ديالى وفق ما أفاد به مراسلنا. الانفجار وقع بالتزامن مع تواجد عدد كبير من السيارات عند الحاجز الأمني حيث تمكن الانتحاري من الوصول إلى أحد الحواجز المشتركة بين الجيش والشرطة. في سوريا أفاد مراسل ميادين بأن الجيش يتقدم في منطقة الليرمون شمال حلب بعد سيطرته على عدد من المباني في المدينة. هذا التقدم يأتي بعد ساعات من سيطرة الجيش على 12 معملا في منطقة الليرمون الصناعية واستهدافه مقر الجماعات المسلحة في حي الراشدين غرب حلب.
أعلن مجلس إدارة مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمال سوريا عن عودة المئات من العائلات النازحة إلى المدينة بعد انسحاب المسلحين منها وتأهيلها. تقرير سمام الأشقر. 6 أشهر مرت على سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي. المدينة التي كانت تعتبر من أهم معاقل المسلحين في الشمال السوري ومن أولى المناطق التي شهدت دخول المسلحين الأجانب إلى الأراضي السورية عبر الحدود التركية. الرجل الثاني في تنظيم داعش حجي بكر كان يتخذها مقرا لتعزيز قبضة تنظيمه قبيل مقتله على أيدي مسلحين ينتمون لأحرار الشام مع بدء الخلافات بين المسلحين والتنظيم. سقوط المدينة الاستراتيجية بأيدي قوات سوريا الديمقراطية جاء بعد معارك ضارية مع المسلحين الذين انسحبوا منها وأجبروا الأهالي على النزوح إلى المخيمات الحدودية ولا سيما إلى مخيم ساجو بالقرب من مدينة كيليس التركية. مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة جعلت النازحين الهاربين من الموت والحرب يقاسون مرارة العيش وألم النزوح. قوات سوريا الديمقراطية ومجلس مناطق الشهباء طرح مبادرة لإعادة تأهيل المرافق الحيوية وتأمين الحماية للمدينة وإعمار ما هدمته الحرب. مئات العائلات عادت إلى تل رفعت بعدما رفع عنها الحصار والدمار وكلها أمل بأن لا يكون طريق السلام طويلا. منذ أن انعقد تفاهم روسي أمريكي على اعتبار النصرة هدفا في الحرب على الإرهاب في سوريا، بدأت الجبهة مراجعات لاتقاء الضربات الجوية المنتظرة أسوة بداعش. وانتشرت تسريبات تقول إن مجلس شورى الجماعة قد يوافق على مطلب قطر وتركيا وأمريكا بفك النصرة بيعتها مع القاعدة لتجنيبها تلك الضربات. تقرير ديما نصيف. النصرة قد لا تجد قريبا مكانا آمنا كتلال إدلب هذه لاستعراض قوتها، إذ إن مصافحات كيري ولافروف الأخيرة انعقدت على وضع النصرة في مرمى طائرات التحالف وعاصفة السخوي. الدرع الأمريكية لأبي محمد الجولاني توشك على السقوط. الأمريكيون بادلوا رأسه بتنشيط عملية سياسية في جنيف مع الروس وحرب مشتركة ضد الإرهاب في سوريا. انتهت الضمانات التي منحها الجولاني قبل عام في لقاء صحفي بعدم شن عمليات ضد مصالح الغرب لقاء قتاله تحت أعلام أمريكا وقطر وتركيا. ربما تنظيم القاعدة لديه من يقاتل أمريكا ولديه من يعمل في أوروبا، أما نحن مهمتنا فقط هي في قتال سوى بشار الأسد في هذا الوقت وحزب الله. عاصفة السخوي لا عاصمة للنصرة من قنابلها قريبا بموافقة أمريكية. الأتراك والقطريون حاولوا منذ عام إقناع الجولاني بفك بيعته للقاعدة لقاء ضمه إلى جيوشهم المصنفة معتدلة زعما في الشمال السوري. الأمريكيون والفرنسيون اعتبروا النصرة حليفا لابد منه، واعتبروا ضربها يتطلب صفقة وثمنا كبيرين مع الروس، لأن النصرة هي العمود الفقري للمجموعات المسلحة، ومن دونها لا حرب ممكنة ضد الجيش السوري ولا تسوية أيضا. لذلك رفض الجولاني أي مساومة على بيعته للقاعدة. اجتمع المسلمون على دولة إسلامية راشدة تحكم بشرع الله عز وجل، فنحن سنكون أول الجنود في هذه الحكومة. التسريبات عن قرب فك البيعة كذبها الظواهري قبل شهرين. هل سيرضى أكابر المجرمين عن جبهة النصرة لو فارقت القاعدة؟ أم سيلزمونها بالجلوس على المائدة مع القتلة المجرمين؟ ثم يلزمونها بالإذعان لاتفاقات الذل والمهانة. فك البيعة أو تغيير اسم النصرة إلى جبهة فتح الشام أمر شكلي ويصل متأخرا، لأن النصرة صنفت إرهابية منذ 3 أعوام في مجلس الأمن. ويصل أبو ماريا القحطاني صاحب التسريبات عن فك البيعة متأخرا أيضا، رغم اتساع جناح مؤيد للابتعاد عن الظواهر يضم أبو عبد الله الشامي الشرعي العام للجبهة. الصفقة الأمريكية الروسية على النصرة ستمتحن قريبا، سواء فصمت عرى البيعة للظواهر أم لم تفصم. ديما نصيف، دمشق، الميادين.
قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن الحكومة التركية ستقيل عددا من السفراء على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما ذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أصدر مذكرات توقيف بحق 42 صحفيا. في المقابل رأى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن أنقرة غير مؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حاليا. الإجراءات التركية عقب فشل المحاولة الانقلابية تتواصل. حملات الاعتقال تستمر بعد أن تجاوزت أعداد الموقوفين 13,000. 42 صحافيا معارضا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضموا إلى لائحة التوقيفات. إلى ذلك ظلت ميادين تركيا وساحاتها للأسبوع الثاني أشبه بمنابر الدعم لأردوغان، وشهد ميدان تقسيم في اسطنبول أول تحرك شعبي من نوعه جمع أنصار حزب العدالة والتنمية بخصومهم السياسيين ومن أبرزهم حزب الشعب الجمهوري في تظاهرة تحت عنوان من أجل الجمهورية والديمقراطية. رئيس حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو وصف التجمع بأنه يوم للوحدة ورفض الانقلابات والنظم الدكتاتورية، وهو يوم لسماع صوت الشعب. هذا يوم نصنع فيه التاريخ كلنا معا. المحاولة الانقلابية أثبتت فعالية الدولة العلمانية في التصدي للانقلابات. رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار وفي تصريح نادر طلب تنفيذ أقصى العقوبات بحق المشاركين في المحاولة الانقلابية. هؤلاء الجبناء والخونة الذين يرتدون الزي العسكري ألحقوا ضررا كبيرا بأمتنا وجيشنا. المواقف الأوروبية والدولية من الإجراءات التركية تواصلت أيضا، وأبرزها معادلة أوروبية جديدة تقضي بأن إقرار عقوبة الإعدام في تركيا يعني انعدام حظوظها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. رئيس المفوضية الأوروبية أوضح أن تركيا ليست في وضع يسمح لها بأن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب. إذا أعادت تركيا عقوبة الإعدام فإن الاتحاد الأوروبي سيوقف عملية قبولها على الفور. منظمة العفو الدولية بدورها حضت أنقرة على إيقاف ما سمتها الممارسات البغيضة، وعلى السماح للمراقبين الدوليين بزيارة جميع المعتقلين في أماكن اعتقالهم. تركيا ومنذ فشل المحاولة الانقلابية منتصف يوليو تموز تكرر مطالبتها واشنطن باسترداد الداعي فتح الله جولين الذي تتهمه بالضلوع في الانقلاب، وعمدت إلى إبعاد أنصاره من القطاع العام بعد أن أقفلت مئات المدارس والجمعيات والجامعات التي تربطها صلات به. تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي نفذه شاب سوري قرب احتفال موسيقي في إنسباخ جنوب ألمانيا، وكان وزير داخلية مقاطعة بافاريا الألمانية جواكان هيرمان قد قال إن الشاب السوري الذي فجر نفسه بايع داعش قبل الحادث. على هاتفه المحمول كان هناك شريط فيديو يظهر فيه وهو يهدد بالهجوم باللغة العربية، وبحسب الترجمة تعهد بسم الله بالولاء لزعيم داعش أبو بكر البغدادي، وأعلن صراحة أنه يريد القيام بعمل انتقامي ضد الألمان لأنهم يقفون في طريق الإسلام وعقابا لهم على قتل المسلمين. مع انطلاق أعمال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في فيلادلفيا تمهيدا لإعلان هيلاري كلينتون مرشحة رسمية للحزب إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نشر موقع ويكيليكس وثائق تظهر تواطؤ قيادات الحزب لعرقلة حملة المرشح بيرني ساندرز في أثناء منافسته كلينتون. فضيحة تواطؤ قيادات الحزب الديمقراطي الأمريكي في عرقلة حملة بيرني ساندرز أمام هيلاري كلينتون خلال الانتخابات التمهيدية خلفت توترا واضحا في أوساط الحزب. 20,000 رسالة إلكترونية نشرتها ويكيليكس تكشف هذه المساعي. المسؤولون في الحزب والملزمون بالحياد في الانتخابات التمهيدية بحسب ويكيليكس عملوا على ترجيح الكفة لصالح كلينتون، ما سرع تسميتها كمرشحة عن الحزب الديمقراطي. ساندرز يهودي الديانة، قدم على أنه ملحد. محاولة من الحزب أثرت بنحو مباشر على عدم انتخابه في ولايتي كنتاكي وويست فيرجينيا. هذه التسريبات لم تأتي في الوقت المناسب لكلينتون الساعية إلى إقناع الأمريكيين بأنها محل ثقة لقيادة الولايات المتحدة، كما أن وقعها
لم يكن أفضل على رئيسة الحزب الديمقراطي ديبي واسرمان شولتز التي قررت الاستقالة بعد القرار باستبعادها عن المؤتمر الوطني للحزب. روسيا مسؤولة عن هذه التسريبات يقول خبراء أمريكيون، إذ أن مدير حملة كلينتون الانتخابية رجح أن تكون موسكو المستفيد الأول منها لدعم وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة بدلا من كلينتون. وقع التسريبات أثار غضب الشارع الأمريكي، تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف للتعبير عن رفضهم لتواطؤ الحزب الديمقراطي مع هيلاري كلينتون التي لم تكن إدارته في رأيهم ديمقراطية وعادلة بحق ساندرز. آراء تبدو مقلقة للحزب الديمقراطي ولكلينتون مع تزامن انطلاق أعمال المؤتمر العام للحزب في فيلادلفيا الذي سيعلن عن الترشيح الرسمي لكلينتون في مواجهة منافسها الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة. نقلت وسائل أعلام إسرائيلية نية إسرائيل فرض قوانين البناء على قرية الغجر المحتلة كلها، خطوة عدها خبراء في القانون الدولي غير قانونية. تقرير سارة الحاف. أهلا بكم. إلى قرية الغجر المحتلة تتجه الأنظار. رئيس لجنة التخطيط والبناء في المجلس الإقليمي معالي حرمون أبلغ الجهات المعنية في القسم اللبناني من قرية الغجر قرار الحكومة الإسرائيلية تطبيق قوانين البناء الإسرائيلية على القرية كلها. خبراء في القانون الدولي قالوا أن هذه الخطوة غير قانونية وقد تورط إسرائيل. موقع ولا الإسرائيلي نقل عن الخبراء قولهم أن من شأن هذا القرار توفير مبرر لحزب الله لمهاجمة إسرائيل لأنها تعمل بصورة رسمية من داخل الأراضي السيادية للبنان، كما يمكن أن يقود لبنان إلى تقديم شكوى ضدها في الأمم المتحدة. قرار إسرائيل هذا يناقض قرار مجلسها الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي نص عام 2010 على قبول اقتراح الأمم المتحدة الذي يقول بنقل القسم الشمالي من القرية إلى السيادة اللبنانية. وقرية الغجر ذات الموقع الاستراتيجي احتلتها إسرائيل مع احتلالها مرتفعات الجولان المتاخمة عام 1967. هي سورية في الأساس تمددت داخل الأراضي اللبنانية، فبات ثلثها الجنوبي في الأراضي السورية، فيما الثلثان الآخران الشماليان يقعان ضمن الأراضي اللبنانية. القسم اللبناني من الغجر يبقى مع مزارع شبعة وتلال كفرشوبة ضمن الأراضي المحتلة على الرغم من مطالبة الدولة اللبنانية مرارا وتكرارا بممارسة سيادتها على أراضيها. ومزارع شبعة هي منطقة تقع على الحدود بين لبنان والجولان المحتل، تمتد بطول 24 كيلومترا وعرض 14 كيلومترا، تتربع على منحدرات وتلال وبعض السهول والهضاب، وترتفع 1200 متر عن سطح البحر، وتتميز بخصوبة تربتها وتنوع زراعتها. بعد مرور 10 سنوات على حرب لبنان الثانية اندلعت حرب كلامية بين القادة العسكريين في إسرائيل على خلفية العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري أثناء الحرب ومستوى التنسيق بينهما. تحت عنوان 10 سنوات على حرب لبنان الثانية حرب الجنرالات تعود، كتبت صحيفة إسرائيل هيوم عن المعركة الكلامية القاسية التي اندلعت بين كبار الضباط الذين أداروا الحرب حينها على خلفية تقاذف الاتهامات بشأن المسؤولية عن الفشل الإسرائيلي في تلك الحرب، والحديث عن مؤامرات كانت تحاك في الكواليس ضد ضباط رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي. قال هيرش قائد فرقة الجليل أثناء حرب لبنان الثانية وفي محاضرة له في جامعة بار إيلان قال إنه في الوقت الذي كان حاضرا فيه على الجبهة شعر بالسكين يغرز في ظهره. اضطررت خلال الحرب للاختيار بين النظر إلى الخلف والنظر إلى الأمام. لقد غرسوا سكينا في ظهري حتى قبل انتهاء الحرب. اتخذت قراري وعرفت أن الضرر الذي سيحدث لي لن أستطيع إصلاحه.
هيرش تحدث أيضا عن انعدام الأخلاق لدى القيادة العليا في إسرائيل. لقد فوجئت كثيرا بالسلوك الأخلاقي الخطير خلال الحرب، وأيضا بفقدان الدعم والتشهير والافتراء. في هذه الحرب كان لدينا الكثير من المشاكل اللوجستية والعملانية والتنظيمية، لكن كان هناك أيضا الكثير من المشاكل الخطيرة المتعلقة بالأخلاق في القيادة العليا. رئيس هيئة الأركان العامة حينها دان حالوتس الذي قصده هيرش بكلامه من دون أن يسميه، بحسب محللين تحدث عن حرب جنرالات مفتوحة في الكواليس أثناء حرب لبنان الثانية. في حرب لبنان الثانية كما في الحروب الأخرى كان هناك حرب جنرالات تدار في الكواليس، لكن طبعها مختلف. لقد كانت هذه المرة مفتوحة أكثر ومكشوفة أكثر. وفي خطوة وصفها محللون بالهروب إلى الأمام، صبح لوتس جام غضبه على لجنة فينوغراد وانتقد أداءها وتقريرها. ليس كل ما قالته اللجنة أمرا منزلا، كان لديها اعتبارات معينة ليست دائما عملية. تقريرها كان مبالغا فيه ومتطرفا، وحاول خدمة صورة عدم النجاح في الحرب. مراقبون قالوا إن الأوامر العملانية ومستوى الاستعداد لا يضمنان دائما نجاح الحرب، فهناك الطرف الآخر، وهذه الحرب كالحروب السابقة في إسرائيل لن تنتهي أبدا، لأن تداعياتها ستبقى تلاحق المشاركين فيها. تتواصل فعاليات مخيمات طلائع التحرير العسكرية التي تنظمها كتائب عز الدين القسام في جميع أرجاء قطاع غزة بمشاركة الآلاف من الفئات العمرية المختلفة. تقرير لنا شاهين. معطيات معادلة البقاء تضعها المقاومة الفلسطينية في زمن الاحتلال. طلائع التحرير حولتها كتائب القسام من فكرة إلى ظاهرة مستدامة تتوارثها الأجيال. المهارات الكشفية ودورات الدفاع المدني لم تكن وحدها في الميدان. تدريب على القتال، عملية أيضا نقل الجرحى والمصابين، عملية أيضا يتم توعية هذا الجيل من خلال إعطائه وتدريبه على بعض الأمور الدينية التي تستطيع أن تقوي هذا الفكر الصغير. 30,000 منتسب انضموا إلى طلائع التحرير أجناد القدس، أصغرهم عمره 15 عاما وأكبرهم لا يتجاوز 20. أما جديد هذا العام فهو سلاح لطالما قض مضاجع الإسرائيليين. كيف تقتحم النفق؟ كيف آلية الدخول؟ آلية الخروج؟ دربنا على خطف الجنود، دربنا على فك وتركيب السلاح بالكامل، ودربنا مهارات عسكرية محكمة مثل الاقتحامات. احنا جيل التحرير، جيل بدنا نحرر فلسطين، نصلي في المسجد الاقصى، لانه اليهود اخذوا منا فلسطين بالقوه، وما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه، واسرائيل لا تفهم الا لغه القوه. بدايه طلائع التحرير كانت قبل 4 أعوام، اما النهايه كما تؤكد القسام فلن تكون الا بتحرير فلسطين. غرس ثقافة المقاومة وإشعال جذوة النضال في نفوس أبناء غزة هدف مخيمات القسام لتأهيل جيش تحرير فلسطين من الناحية البدنية والروحية والعقلية والسلوكية. لان شاهين، غزة، الميادين. تداولت الصحف الإسرائيلية زيارة الوفد السعودي برئاسة الضابط السابق أنور عشقي إلى القدس ولقائه مع مسؤولين إسرائيليين في وقت خرجت فيه ردود فعل من الداخل الفلسطيني المحتل مستهجنة، ورأت أن هذه الزيارات التطبيعية لا تصب في مصلحة القضية الفلسطينية. تقرير هناء محمد. جنرال سعودي متقاعد زار إسرائيل والتقى المدير العام لوزارة الخارجية، هكذا عنونت وسائل إعلام إسرائيلية خبر زيارة وفد سعودي يضم رجال أعمال وأكاديميين برئاسة أنور عشقي رئيس المعهد السعودي للدراسات الاستراتيجية إلى إسرائيل. رغم أن الزيارة لا تحمل ظاهريا أي طابع رسمي، إلا أنها اعتبرت من قبل جهات فلسطينية خطوة تطبيعية استراتيجية مع الاحتلال والأهداف إقليمية. هذه الزيارات أيضا لها امتدادات إقليمية تتعدى القضية الفلسطينية لتصل إلى معادات إيران وأمر آخر، وهو المقاومة الوطنية اللبنانية مثلا. مصلحة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة تكون القدس عاصمة لها، والتي يتوقع الفلسطينيون أن تحتل مقدمة الانشغالات العربية والإسلامية. يبدو أنها لم تندرج جوهريا في جدول هذه الزيارة السعودية،
ولا سيما أنها تأتي في ظل حكومة إسرائيلية شديدة التطرف، ما يعني أن تغليفها بجهود نحو السلام يبدو كذر الرماد في العيون. معركتنا الآن ومعركة الأمة الأساسية هي الرباط في المسجد الأقصى. أي طرف يريد أن يحرف البوصلة عن الصراع الإسرائيلي العربي الإسلامي هو طرف مشبوه. نحن نريد أن توجه كل الطاقات العربية والجهود العربية في مواجهة الصراع العربي الإسرائيلي. ليس لدينا عدو في هذه المنطقة إلا العدو الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة. الخطوة السعودية سترد بزيارة إسرائيلية مماثلة. بحسب ما صرح نواب إسرائيليون فهم في وارد تلبية دعوة عشقي لزيارة بلاده بهدف مناقشة مبادرة السلام العربية. الواضح أن إسرائيل تستغل رمال العالم العربي السياسية والأمنية المتحركة لتسلب المزيد من حقوق الفلسطينيين ولتشرعن وجودها بمبادرات سلام تفصل على مقاسها. هناء محميد، الناصرة، الميادين. كارثة بيئية خطرة تضرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي شرق لبنان بعد أن أثبتت النتائج الأولية للتحاليل المخبرية أن مياه البحيرة لم تعد صالحة لتربية الأسماك أو ري المزروعات. تقرير بسان طراف. وحيدة هي مراكب الصيد في بحيرة القرعون في البقاع الغربي شرق لبنان، فقد هجرها صيادوها بعد أن شهدت كارثة بيئية تمثلت بنفوق آلاف الأسماك فيها. مياه الليطان الملوثة منذ أكثر من 20 عاما والتي تصب في هذه النقطة حولت مياه البحيرة إلى مياه غير صالحة لتربية الأسماك أو ري المزروعات الممتدة على نحو 30,000 هكتار بقاعا وجنوبا، ومعها أرزاق من يعتشون منها وصحة من يستهلكونها على مساحة لبنان. المشكلة الأساسية هي على طول مجرى نهر الليطاني في فصل الصيف، والناس اللي بتسقي مزروعاتها من مياه النهر اللي هي بالطبع ملوث تلوث كبير. بالنسبة لبحيرة القرعون فيها تلوث جزئي، وطبعا المسؤولين الكبار حكي بحكي ما فيش فعل، يعني بس يعني طالعين بموجود هاي 55 مليون، بيروح 3/4 ال 55 مليون ما بيبقى شيء، فكله حكي ما فيش شيء. بالنسبة لهذا ما نعتمد على السياسيين ما فيش حل. التلوث الحاصل في نهر الليطاني ينتهي في بحيرة القرعون. فضلات المرامل ونفايات المصانع والمعامل والصرف الصحي تستبيح مياه بحيرة تعتبر شريان حياة البقاع الغربي، ولا سيما أن التحاليل أثبتت أن نسبة السموم وصلت إلى 15 ميكروغراما في اللتر الواحد. يعني أبرز شيء بالعينات والفحوصات اللي أجريت نسبة الأمونيوم بالماء كتير كتير عالية، يعني كذا ضعف أكتر من المعدل المسموح. أكبر نسبة أمراض سرطانية متفشية بلبنان هي بهذه المنطقة محيط بحيرة القرعون ومجرى النهر. لن يترك الصيادون بحيرتهم وحيدة رغم كل شيء، ولن يتوقفوا عن رمي شباكهم في مياهها، فموت البحيرة أو حياتها بالنسبة إليهم موت أو حياة. تلوث بحيرة القرعون على هذا النحو الخطير يعني عمليا وبالتأكيد موت الحياة في البقاع الغربي والجنوب. صرخة ارتفعت منذ أكثر من 20 عاما، ولكن آذان المسؤولين صماء عن سماع أوجاع المواطنين في قضية إنسانية ووطنية قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. بسانت الراف من أمام بحيرة القرعون في البقاع الغربي، الميادين. بهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بعنوانها. مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية يطغيان على أعمال القمة العربية، والسيسي يغيب بعد كشف محاولة لاغتياله. مقتل قائد قطاع حرس الحدود السعودي في هجوم على نجران، والجيش اليمني يتوعد بتسخين الحدود إذا لم توقف الرياض التصعيد العسكري. 18 شهيدا وأكثر من 20 جريحا في انفجار سيارة مفخخة في بعقوبة شمال بغداد. داعش يتبنى هجوم جنوب ألمانيا، وألمانيا تقول إن المنفذ سوري رفض طلب لجوئه، بايع البغدادي قبيل الاعتداء.
المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. دمتم بخير.